وإن شاء الله فضيلة الشيخ محمد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة سيتخذ إجراء فوريا خلال الأسبوع المقبل بقافلة على مستوى الجمهورية في جميع مساجد مصر للتحذير من الإسراف في استخدام المياه أو تلويثها، ده على مستوى الجمهورية في جميع المساجد. وعندنا مجال تدريبي مستمر لنحو 10,000 إمام على مدار العام. اتفقنا مع معالي الوزير على أن إن شاء الله هم أعدوا دراسة جيدة ومتميزة. هنأخذ أيضا ننظر في البعد الشرعي، وهم عملوا البعد الفني والحقيقة جهزوا كل المذكرة، وهتعد مطوية أو منظمة صغيرة، وتكون هناك محاضرة مشتركة يتناول أحد علماء الأوقاف الجانب الشرعي وأحد السادة المهندسين أو الفنيين بوزارة الري الجوانب التقنية وكيف نوجه الإرشادات للناس، ودي هنجعلها جزء ثابت في البرنامج التدريبي الذي يختبر فيه الإمام في نهاية الدورة.